نحن مستعجلين وما في حدا رح يشتري هالأرض بهالسرعة وبهالسعر. كرمال هيك نحن جينا لعندك. بعدين رح يطلع لكم 15 مليون دولار. أنت كتير مبسوط بال 15 مليون؟ الأرض بتسوى أكتر من هيك بكتير. بس بما أنه الكل صاروا بيعرفوا وضعكم عطيوكم هيدا السعر. يعني ما بدك تساعدينا؟ خليل، خليل، مدام عايدة نحن ما خصنا بالخلاف اللي بينك وبين الماما. أصلاً ما بنعرف عنه شيء. ما بتعرفوا؟ وليه ما سألتوا عني كل هالسنين؟ وليه مش أنت سألت عنا؟ ليك يا عمتي عايدة، ما كان في داعي تكوني لئيمة معنا لهالدرجة، وخاصة أنت بتعرفي أنه نحن بحاجة لإلك. فمن الآخر الأرض رح تنباع، يعني رح تنباع، فهمتي؟ بالحكي، بالتفاهم، بالقوة رح تنباع، لأنه هيدا حقنا، حقنا اللي رح دافع عنه للآخر. خليل، طرني شوي برا بليز. عم بتهددني؟ فهميها مثل ما بدك. خليل، طرني شوي برا بليز. نحن جينا لهون تنوصل لحل. كيف؟ بإنكم تهددوني تجبروني غصب عني بيع أرض ما بدي بيع؟ يمكن خليل عصب شوي، بس لأنه من الواضح ما عندك رغبة تساعدينا. أنا قلت لكم ما عندي مشكل أبداً إنه تبيعوا حصتكم. أنتوا أحرار، أنا ما خصني. حتى لو مشوهت لي صورتي قدامكم ما بيمنع انك توصل لها سلامة للست ليلى، الا انه عايدة بتسلم عليك. والله والله